إذن في البداية لابد أن نتعرف أهدافنا من هذه الحصة. إذن أهداف الدرس: أولا أن نتعرف مراحل إنجاز المشروع، ثانيا أن نجمع معلومات ومعطيات عن مغاربة العالم، ثالثا أن أوظف مكتسبات اللغوية والمعجمية في التعليق على الوثائق، رابعا أن أتمكن من تنظيم وعرض مشروع مغاربة العالم. إذن كيف سنخطط لهذا المشروع وكيف سننجزه؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله خلال هذه الحصة. إذن أول سؤال يمكن أن نطرحه هو: ما هو موضوع الوحدة التي نحن بصددها؟ إذن في هذا الأسبوع درستم مجموعة من الدروس كلها متعلقة بموضوع محدد. إذن ما هو هذا المشروع؟ نعم، إنه مجال مغاربة العالم. فمن هم إذن مغاربة العالم؟ من هم مغاربة العالم؟ وما المقصود بمغاربة العالم؟ نعم، إنهم المغاربة الذين يعيشون في بلدان المهجر، إذن أو من أصول مغربية. إذن ما هي البلدان التي يعيشون فيها؟ إذن من يذكر لنا البلدان التي يعيش فيها هؤلاء المهاجرون المغاربة؟ نعم، إنهم يعيشون في الدول الأوروبية، إذن معظمهم يعيش في دول أوروبية وكذلك في دول أخرى ككندا والولايات المتحدة، دون أن ننسى طبعا بعض البلدان العربية والأسيوية. كيف هي علاقتهم بوطنهم الأم؟ إذن ابتعادهم عن وطنهم هل غير مشاعرهم تجاهه؟ إذن الجواب هو أنهم لا زالوا متشبثين بوطنيتهم وبوطنهم المغرب. إذن من خلال ما درسنا الآن وما درستموه في حصص سابقة، ما هي اقتراحاتكم لموضوع مشروع هذه الوحدة؟ إذن هناك عدة مواضيع يمكن أن نتطرق عليها وأن نستغلها في إنجاز هذا المشروع. إذن ممكن أن نقترح الموضوع التالي: مجلة مغاربة العالم، معرض لمغاربة العالم، مغربي أنا. إذن في الاقتراح الأول يمكن أن نستغله لإنجاز مجلة نتطرق فيها لمغاربة العالم، لاهتماماتهم، للمجالات التي أبدعوا فيها إلى آخره. كذلك يمكن أن نقترح موضوع معارض لمغاربة العالم، وهو فرصة نتطرق فيها لهذه الإنجازات المتنوعة. مغربي أنا يمكن أن نتحدث فيه عن تشبث هؤلاء المغاربة بوطنيتهم، وطبعا المجال مفتوح لمواضيع أخرى شرطة أن تكون مرتبطة بالمجال موضوع الوحدة. إذن الموضوع المقترح للدراسة والذي سنستغله كأساس لإنجاز هذا المشروع هو مجلة لمغاربة العالم، وكما قلت سابقا يبقى مجرد اقتراح. إذن ما هي الخطوات التي سنتبعها لإنجاز هذا المشروع؟ إذن أول خطوة كما ترون هي تحديد شكل المشروع. إذن قلنا إننا سننجز مجلة، إذن هذه المجلة هناك أشكال عدة يمكن أن نستغلها لإخراج هذه المجلة. إذن يمكن أن تكون هذه مجلتنا مجلة ورقية، كما يمكن أن تكون مجلة رقمية. ثانيا تحديد المهام. إذن تعلمون بطبيعة الحال أن المشروع ضخم جدا ولا يمكن لفرد واحد أن ينجزه منفردا، إذن لا بد له من أصدقاء وزملاء يساعدونه على إنجاز هذا المشروع. إذن لذلك يجب أن نحدد مهام
كل فرد داخل المجموعة. إذن بعضنا يمكن أن يهتم بالبحث عن صور ووثائق وإحصائيات حول مغاربة العالم، والبعض الآخر يمكن أن يصب اهتمامه على إعداد بيانات حول هجرة المغاربة، ويمكن لمنسق المجموعة أن يختار أفراد آخرين يوكل إليهم مهام أخرى. ثالثا، تحديد الأدوات والوسائل. إذن هذا المشروع لا بد له من أدوات ووسائل، ولا بد أن نكون قد أعددناها منذ البداية وقبل أن ننطلق في الإنجاز. إذن هذه الأدوات هي صور لبعض المهاجرين المغاربة ولبلدان الهجرة التي يعيشون فيها. ثانيا، نصوص قرائية قصيرة أو سماعية تتطرق لهذا الموضوع، أوراق، ملف، لصاق، مقص إذا كنا سننجز مجلة ورقية، أو أجهزة إلكترونية تساعدنا على كتابة النصوص وفي إخراج المجلة إذا كانت مجلة رقمية. أمثلة للأدوات التي نحتاجها: إذن أقلام، أوراق، مقص، لصاق، لوحة إلكترونية، وحاسوب. والآن أمثلة لصور ووثائق وبيانات يمكن البحث عنها. إذن صور لمهاجرين مغاربة أبدعوا في مجالاتهم. بين أيديكم الآن صورة لمنصف السلاوي، أكيد أنكم تعرفتم عليه في هذه الأسابيع الماضية، وهو مهتم بإنتاج اللقاحات للأمراض المتنوعة. صور لرياضيين مغاربة في شتى المجالات، ولمبدعين مغاربة في الفنون والآداب. الآن مع صور للمدن والدول التي يعيش فيها هؤلاء المغاربة، إذن بعض باريس، واشنطن إلى آخره. ثم نصوص متنوعة تتطرق لهذا الموضوع، نصوص قصيرة، لا نبحث عن النصوص الطويلة، مثلا المغاربة المقيمون في الخارج، أو الجالية المغربية، أو مغاربة العالم. هم المغاربة الذين يرتبطون بشكل مباشر أو من جذور مغربية ويقيمون في بلدان خارج المغرب، وقد بلغ عددهم إلى غاية سنة 2019 حسب إحصائيات إدارة الجمارك 5.8 ملايين مغربي. ونص آخر يتطرق لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تحويلاتهم المالية إلى المملكة. ثم في الأخير لدينا جدول يتضمن بعض الإحصائيات عن أعداد المغاربة في بعض الدول الأوروبية: فرنسا، إسبانيا، هولندا، إيطاليا، بلجيكا، وألمانيا. إذن إلى هنا تنتهي هذه الحصة الأولى من هذا المشروع. نلتقي إن شاء الله في حصص أخرى لإتمام مشروعنا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.